ده مروان. مروان نحكي شوية على كيف خرجت وصلنا لمسيرتك في اسبيرونس، كيفاش مشيت ليتوال؟ ليتوال؟ اي كان فما باساج بينهم في ليبيا ظهر. شفت فيها ليتوال وقبل ليبيا، انا البريود هذيك نورمالمون معناتها نكمل في تونس بين مقعد، كرهت الكرة لهنا باش نمشي جمعية كبيرة نلعب في تونس مثلا من الأربعة الكبار. ما عندي حتى حل. دونك وقتها ثم سي عمر الذيب فهمتي ما بروبوزي وقتها، قال لي جيت تلعب معايا في ليبيا غادي. واحد انا ما نعرفش، ما عندي حتى فكرة على الكورة في ليبيا غادي، ما عندي حتى فكرة فهمت. قال لي تجي لهنا وبعد راك اوتوماتيكمون خاطر ليبيا يسيبك. انت ليبيا وقتها؟ لا سايبك لا وقتها تسيبك ليسبيرونس في ليبيا وما غادي كتخرج ليبر وبعد تلعب وين تحب فهمت. وماك تعرف كونتروتر العمر قاعد يقدم، فهمت، قاعد تخسر في برشا عوام من حياتك. قد عمرك وقتها؟ وقت مشيت لليبيا وقتها شو عمري؟ مشيت لليبيا عمري وقتها 26 سنة، حاجة هكا 26 سنة 27 مشيت لليبيا وقتها. وعلاش وافق لك على ليبيا وما وافقش على فولسبورغ؟ ليبيا يا ليبيا بعيد على كل شيء وهكا. لا إيه فولسبورغ أنت كنت؟ إي عاد أنا وقتها تحكي 99 2000 وبعد أنا مشيت لليبيا 2002 مشيت 2003 مشيت لليبيا 2002. دونك وقتها سي معناتها الاسم تنساه. حتى العام اللي عملته في السيابي قعدت من بعده عام ونص ما لعبتش كوره، يعني معناتها بعين المشاهده اللاعب هذا يندثر معناتها ما عادش. معناتها اللي عملته انا في معناتها في حد ذاته تحدي، راهو معناتها تصور انا قعدت عام ونص ما لعبتش كوره، عام ونص فهمت معناتها ابار العوام اللي تعداو. ومن بعد نلقى روحي في ليبيا، نلقى روحي نتحصل الفريق هذا اللي مشيت نادي الهلال او كسيد عمر الذيب معناتها تنجموا ترجعوا له. عمره ما هز تيتر في حياته، عمره ما لعب على القاب معناتها ديما في معناتها متذيل الترتيب. تكلاسيت معاه الثاني في الشامبيونات، فكان وقت السعدي في هو اللي فكرنا شامبيونات ما تعرف غادي على لا عاد نقول لك حاجه غادي كورتي نلعب ولا نروح. اي كان يلعب هو كورتي ويعمل الشو نتاعو كورتي نلعب ولا نروح ولا نهز الكره ولا نروح، تعرفها من احنا صغار هكا. شنو صار معاه وقتها؟ كيفاش؟ كان شوف الضحك انت ماتش، نحن كنا الاولانيين في الشامبيونات، جانا قبل ما توفى معناتها الشامبيونات بجورني نلعبوا معي كيفي بلادنا، بعدنا للصحراء وبعث اربيتر وبعث لنا اربيتر معاه من طرابلس. يا ودي راهو فضيحه، كل بوت ومركي ورجو يا معلم. لعب ضده ضد الاتحاد في طرابلس، انا من بنغازي وقتها كنت في بنغازي، لعبنا ضد الاتحاد في طرابلس مركيت وعديت روحك كبير، تلفت الاربيتر قال له خرجوا قدامي اعطاني حمراء ما غير حتى اسباب. يا ودي قلت لك ما نعرفش وقتاش قلت له، قلت له ماهيش فوت ولا حاجه هكا، قلت له ولا ياسر هكا معناتها تاك حمراء ديريكت ولا وعدل. وكيفاش كان يتصرف مع اللاعبيه في التيران؟ هو مع صح... يخافوا منه يوصل حتى للضرب كان قبل السعدي في... لا لا يخافوا منه يضرب وما ياخذ شيء وما حتى شيء ويهدي لك حاجه وبعد يفكها لك، يهدي لك كرمه وبعد يفكها لك. اه بون كيف يهدي لك ما لعبت بالكدا شيخ ليك مشيخ ويهدي لك كرمه الماتش اللي بعده ولا بعده مش اسمه وريعه تفك لك. انت صار لك شي حاجه معاه؟ لا لا الحمد لله بعيد عليه. مع جمل؟ لا لا بعيد عليه، انا بنغازي ما تحصلت على الكاس بار كونتر. لا كنت نحكي كنت لعب كونتر، معنا كنت لعبت كونتر ما حكيتش معاه، صارش كلام بيناتكم حاجه هكا؟ لا هو ساعات هكا كلام فهمتني ولا ما يحكي مع حد؟ لا يحكي هو، كيفاش ما يحكي مع حد؟ وش قاعد يعمل في التيران؟ قاعد يلعب وقاعد يحكي، ما تعرفش يلعب الكوره جمله هاكا شويه يلعب ايطاليا شتاك شعب ايطالي برسم مليار بشام دقيقه في بارما لا 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 في بيروجا بيروجا في بيروجا عاتي يجي 100 مليار بشام دقيقه الصفقه فلان لفلان وخرج يصفق امور تفكروا ولا اي واحد برك ثم كومبلكس هو عامه لا بلو بار بتاع الناس اللي عندها برشا فلوس يراك انت بار اكزومبل ناجح في الميدان هذا وماذا بيه كان جا عنده ميكرو هو معناته يعمل كي ترامب عنده معناته الوحده نتاعو فهمت باهي ايه نحكي التجربه في ليبيا هكا هو تحصلت على الكاس معاهم وكا فديت الحق نتاع ربي ما روحت لتونس لهنا وقت حال سيف وقت هي ضحك الحكايه هذه لهنا صارت حال سيف وين لهنا في الراديو لا لا وقت حال سيف وقت حال سيف كلمني السيد سليم بن يدر وقتها عنده مع اصحابه ويكيب حميد الهرقال ومنظر مساك يلعبوا ضد ليكيب تاع شيبوب في اوتيل فيصل بن عزين البريزيدون في الحمامات أي؟ وقت يلعبوا ضده على الجزاء وضد خالد بن يحيى والكل متوفيق وهم يلعبوا ضد كلمني قال لي جا العمال تختني منهم قلت له بجرب بجرب وانت عاد ما كنت سبب فاهم صحيح ما زدت كي جيت مشيت لعبت ولعب ماتش بيتي ماتش تسمى بتاع بطحه راني سليم غادي وقت وقتها كما تكلم وقتها
طارق ذياب وقتها قال له كله معناتها يجيني البارك كذا وكذا بعد الماتش. عبات للبارك مشيت على اساس كوني معناتها قال لي زايد في الوقت تبدا ترانا وقت قريب يسكر الواحد. بديت نترانا على اساس كوني نحضر في روحي. من بعد قال لي بون باش تصح ومش في تونس مشيت لافوكا وقتها باش نصح مع هذيك مشيت باش نصح مد لي كونترا ابيض انت صح وكا وشنو هذا قلت له قال لي ابيض تو هكا قلت له انا عملت قبل وانا صغير ما نعرفش وتو مازال لي كوره في عمري ما عاد ما مازال لي معناها كونترا ابيض ما فيش فلوس معناها ما في شيء لا سالير لا فلوس لا حتى شيء صح وتقولوا لكم لكم بعد اي فهمت لا قلت له هذه اخويا تعملها مع هذا مع تفول مازال طالع جديد انا الحق نتاعي كيفاش قال لي وسنين وقال لك وما عندكش فيها هذه قلت له بيت تنصح ساعات وعلى اساس كوني باش نزيد نعملوا ليغاليزاسيون في البلديه خرجت لبرا قطعت وطيشت وبطلت الكوره قلت يفك عليك فماش كان قبل شكون يقول لي تمشي بوك مش برش الحق نتاع ربي مش برش كيفاش كنت تتعرفوا معاك وقت اللي صححت لا 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 لكن ما كان حتى شيء لا حتى شيء دونك قطعت ومشيت على روحي وبطلت الكره قلت هذه ما واحد ما تبهذل فهمت تبهذل برشا بهذلت تبهذلت ياسر قاعد نحكي انا وزياد المساني كيف انا وياك قال لي شنو رايك تمشي لطوال عثمان حبيبي وحكيت معاه وبدات ما غادي الحكايه مشيت لطوال الحمد لله زياد المساني كنت صحاب انت وياه كنت صحاب انا وياه وقتها هو كان سبب مشيت لطوال هو اجون وقتها شنو بالضبط لا هو اجون صحيح ما وقتها هكا تيت معناتها بتاع صحبة مش معناتها فهمت انا ما خليش كوميسيون تاعي ولا حاجة انا ماشي اللي طوال هكا اللي جايهم زلاتان عشرين تي جايهم جوار بطال عنده عام ونص مابش وكان في ليبيا معناتها كان يلعب في ليبيا برسك شبه معناتها نسيتك العباد متى انت توا جيب لي احسن في تونس كان يغيب ثلاث اربع ماتشوات على البطولة تنساها الناس صحيح صحيح ايماجين انت واحد ضرب قداش مشيت لي طوال عثمان كان معايا معناتها تبدا نشوف هاو اسي نتاع سيموا والحمد لله مشات الامور وصلت حتى خديت معاها مير جوار 2005-2006 مع ليتوال ولاعب دو فينال تشامبيونز ليغ مرتين الاول في الشامبيونا بون ما عرفنيش الحظ وجاتني فرصه اون 2006 جو كروا باش نمشي ايكيب ناسيونال ولا هي 2005 بيريود هذيك عيط لي وقتها لومير ووقتها معناتها صارت لي صار لي اكسيدون عملت في بلجي انترفونسيون وقتها اللي قعدت بها اربع شهور وبعد عاودت من جديد وبدات عاد المصايبه بداوا لي بليسيور من بعد وبعد وقعت عقد مع السعوديه وما صارش عملت كروازيه وانا نحضر في روحي لهنا اللي كما كروازيه دونك بدات وقتها سيء كيفاش كانت التجربه في ليتوال؟ اسكو ساهل مكشخ اسكو لعبت في سوسه قبلتك غادي وقتها كان غادي مستعد نلعب في ليتوال في ليتوال دوسبيرونس نمشي من ليتوال دوسبيرونس ولا العكس بالعكس بور كومونسي انا راني ولد بالسويق معناتها راني محبتي للترجي كواك سوا عائليا ولا فرديا فهمتني اكثر من مليار واحد معناتها اللي يتبقحوا بمحبتهم للترجي مصالح انا لا نحب الترجي للترجي اما وقتها ما عندي حتى شوا الترجي هاك شفت معناتها كيفاش وفات معناتها سي لعبت هزيت تروات مع الاسبيرونس هزيت افروازياتيك سوبر كوب وعديت ماتش كبير ياسر 96 ضد الهلال السعودي هزيت بطوله هزيت معهم كاس تونس 97 الحمد لله تعديت باهيه في الاسبيرونس سي معناتها فهمت فين مكتوب مشيت حبيت نعمل تجربه جديده صعيبه على الاخر باش تمشي لسوسه الور لا نقول لك حاجه من الاول لا صعيبه ياسر لا صعيبه برشا 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 كيفاش احكي التفاصيل صعيبه لا تنجم تخرج في البلاد انا وصل معناتها واحد حتى ولو انه بتربي الحق نتاع ربي ما لقيتش شكون معناتها هكا باجريسيفيتي ولا حاجه حتى يجي يقول لك برجولي على جاي ما عندنا ما نعملوا بيك هكا فهمت خاطرك مكشخ خاطرك عندك برشا ملعبتش ومكشخ وكل شيء ما عندنا ما نعملوا بيك زايد في البوا و و و و و عملت كل هكا الدفي مع روحي قلت طيب خاطر انا وصلت عملت مع شكون من المحبين قلت له بيناتنا تيرا فهمتني تو بعد تجيني تبدا تبوس وتعنق ويفيكتيمو فهمت ولا الحمد لله مشيت اموري عال العال زاد ليتوال وقتاش كملت مروان كيفاش خذيت ديسيزيون باش تكمل بالليغا مون كروازي باك صحت مع السعوديين ووقت اللي صار صارت لي ليغا مون كروازي الاج دو 30 ولا 31 نو بلاش ما زدت باش نلعب عام قداش وقتها 2007 2008 اكاك جرت لي ليغا مون كروازي دونك باهي ما عادش عندنا برشا وقت نحكي شويه على الماتشوات اليوم ليسبيرونس كيفاش تشوف اليوم فدا الرجاء؟ الماتشوات الماتش نتاع الرجاء ماتش باش يكون معناتها ما نقولكش صعيب وما نقولكش سهل انت وكيفاش معناتها انت وكيفاش تتعاطى مع هالماتش الحاجه بها في ليسبيرونس معناتها اللي هي اليوم بالماتشوات وبالالقاب خذات التجربه وخذات معناتها الخبره كيفاش تتعاطى مع الماتشوات هذوما هو ماتش بيش ليسبيرونس طبعا عندها 9 بوان هكا ولا لا دونك معناتها 90 بوان تعدات كموش 100% هو تعادل يخلي ليسبيرونس اوفيسيلمون في لا تهبط بالعقليه نتاع حاجتك بتعادل خلينا نكمل مساش هذوما على الاقل حسابات بعدين انت اعطيني نظره الكوارشي تعادل ليسبيرونس تعدى اوفيسيل نقاط تضمن المرتبه الاولى ما نتصورش كان حكايه كيف ما هكا اللي طار الفني تاع ليسبيرونس تفوت مي
باش تلعب طرح كيف ما هكا وتربحوا يلزمك تهبط كيف ما بضد الاطوال كيف ما بضد الكلوب افريكا تكون حاضر على جميع المستويات اي سورتو اي سورتو معناتها الفريشور فيزيك اللي باش تنجم تطبق به اللي المطلوب منك في التيران. هذه حاجه تلعب ضد الرجال البيضاوي تلعب سون كومبلكس وقت يلزمها تمشي للتوش تمشي للتوش وقت يلزمني نلعب طايح لوطه نلعب طايح لوطه وقت يلزمني نطلع ونلعب قدام سون كومبلكس كره ما فيهاش حجم تنجم تلعب خايب على الاخر وتربح انا زيرو اي سورتو الماتشات هذوما انت حاجتك 3 بوان برشا كونسونتراسيون تلعب كورتك اللي متعود تلعبها العبد ما يخاف كان من روحه الرجاء كايكيب ماهيش خير من الاسبيرانس المهم شي حرمت نفس التشكيله لعبت ضد ليتوال لعبت كيف كيف ضد فيتا كلوب ضد الكلوب كيف كيف نفس اليوم فما شويه شك ممكن في المهاجم يخنيسي ولا وترى بيناتهم الزوز تشوف القائم وعين التشكيله هذه المثاليه شوف بالنسبه لي انا وترى ريتو وترى عمره ما كان افون سونتر وترى سي تان روليور دايور كي تبدا تشوف فيه يلعب ديما تلقاه معناتها يرجع وياخذ كوره بريسك من الساق جوار يعرف يلعب بلك دا عاتي بظهره يستحفظ على الكوره كوم الفو معناتها عنده شويه من الجو نتاع ياسين شيخاوي ما يلعبش نوف يلعب نوف يدمي نفس داير نفس البروفيل نفس الكوره كاللاصقه في الساق فهمت دو ترى ما نجيبش اما تكنيك مو ياسين اقوى برشا قلت لك عنده نفس البروفيل فهمتك ما قيدتهملكش زوج ياسين راهو معناتها من الكبيرية نتاع كورة في تونس وبرشا ملاعبية نجم نقولوا على اليمين يهاب فك سامح ولا لا خاطر الأرجع من بليسيور بالنسبة لي أنا كلمة كبيرة برشا يهاب فك سامح فهمت كلمة كبيرة سامح يهاب ما وجدوني راجع من البليسيور مازال ما لقاش الأوبير نتاعو ما سامح الدربالي معناتها ما شاء الله عليه فالور سيور فهمت نحكي شوية على ماتش ليتوال غدوة مع الرجاء الرجاء نفس الكيب سمحني مع الأهلي تلعب اليوم في تونس رجاء تمشي غدوة مصر تلعب ليتوال إكيب تعرف تلعب بريمو والبر التيران بتاعها والتظاهرات هذيا معناتها من تونس تشامبيونز ليج ولعبت فيها ونعرفها مش على خاطر تو متعدي باركور خايف في تونس يعني هي معناتها حتى هاك شفتها تعرف كيفاش تربح شفتها ضد الهلال السوداني بريسك ما لعبتش بالكل ليتوال مي وفات ربحها 2-1 تعرف كيفاش تربح بالنسبة لي أنا معناتها النجم نقول لك الماتش نتاع الأهلي المصري الكل تو ديبون من الملاعبيه معناتها تو ديبون من الملاعبيه امانا راه طرح سيفري صعيب مي ماهوش مستحيل فهمت جريدو قاعد يبدل برشا في التشكيله تنجم هذه الحكايه ما تخدمش برشا اللي توال كل ماتش نشوفوا تشكيله فما ثوابت نهار يلعب حاج محمود يعني يلعب بن عمر نهار يلعب بعيو تحسوا مازال ما لقاش تشكيله اللي لعب كونتر الكلوب هذا ماتش باهي ياسر طيار جوستومون الماتش اللي بعده ما لعبش اكبر غلطه عملها اللي نحاه هو ونحى لاتاكون تاعهم تزيري ضد الاسبيرونس في المنزل جوستومون هبط بثلاثه في اللاكس اما مدرب عام كامل يلعب باربعه في اللاعب يلعب بزوز في اللاكس ديما يلعب بثلاثه في اللاكس لا سبيسيالمون ماتش اسبيرونس ليتوال ديما تلعب بثلاثه في اللاكس وقت لومير تلعب بثلاثه في اللاكس لا هو مبدل شيء خليها نفس ليكيب لا كيفاش من وقت لومير يلعب بثلاثه يلعب بثلاثه في اللاكس ما نعرفش انا ما نتفكرش لما لعب ثلاثه في اللاكس لعب ثلاثه في اللاكس البطوله العربيه اصلا في النهائي كان ثلاثه في اللاكس انت ملاعبك باهي نمشي معاك لبعيد يلعب ثلاثه في اللاكس علاش عندنا لهنا ما عادش عندنا في تونس عندنا معناتها عندنا نيمار وعندنا زلاتان وعندنا ما نعرفش كون باش تلعب لهم ثلاثه في اللاكس معناتها سي ان بو هكا شويه ديفونس تعرف انت برجع تعرف خير مني اكيد ثلاثه في اللاكس مش معناتها تلعب في الديفونس هكا بيان سور يلعبوا ثلاثه محلولين بيان سور مي نقول لك عندك اكسونتري دروا واكسونتري جوش مي اسمع راهو في معناتها في شطرتي راه باش تلعبوا معناتها ديفونسيف باش تقاوم بريس كارير دروا وريير جوش الاخرين تقاوم معناتها ضيقوا لي زيسباس راه ولا باش تقاوم مقدمين شويه على الاكسيار راهو معناتها باش تقاوم اما ياخذ وقت في ليبرتي برشا القدام اكثر شكون في الاتاك سيرتو عندها زوز باهين هما كشريده وبن والناس ارجع للماتشات انت تتقاوم في الرول ديفونسيف تقاوم هما الاولانيين في الكوفرتور وما تلقاهمش ديما في الاوفونسيف سي فري جوارات صغار وعندهم نزعه هجوميه مي الحق نتاع ربي ما تنساش اللي طوال تلعب ثلاثه في اللاكس كاني تلعب اربعه بالنسبه لي انا ما شفتش هكا معناتها ما شفتش حاجه معناتها اللي تخليني والله تلعب بثلاثه والاخرين لا اي شنو المدرب نرجع شويه ما جاوبنيش شنو رايك في العمل اللي قاعد يقوم به هاسكم نصبر عليه ولا نصبر عليه سيرتو الطفل الصغير هذايا عنده بلاصته اساسي الكوره ماهيش اسامي الحاج محمود لا الحاج محمود الكوره ماهيش اسامي بون هو غدو مش يكون موجود خاطر مش مقيد ليست افريكان فما مساعي باش يقيدوه اوكي معاك مي الكوره ماهيش اسامي الحاضر يلعب دونك الطفل هذاك عنده بلاصته
اساسي في الايطوال، على حساب اكس ولا على حساب جريج عنده بلاصته اساسي في الايطوال. فهمت. دونك الايطوال مهمتها غدوه ظهر لي تعادل اللي يخليها بريسك تتاهلت معناها النجم، كيفاش تشوف حظوظه ان شاء الله؟ والله تعادل ايش نقول لك، الايطوال راه مش جديد عليها، باش تروح بتعادل باش تروح فيكتوار ما غادي، معناتها داير نحن معناتها حتى البريود اللي لعبت فيها انا معناتها فزنا على الزمالك غادي، تعادلنا مع الاهلي معناتها ما عندناش في الفين ربحت الاهلي في 2007 ربحت الاهلي في 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 مصر 3-3 معناها ربحتها 3 فبري وربحتنا 3 زادة، فهمت معناتها ديما ديما معناتها هاني قلت لك انا معناتها ماهيش حاجه استحاله، انا الرالي طوال حظوظها وافره وافره جدا للترشح واضح. باهي مروان نبداو معاك الروبريكا نتاعنا، الروبريكا الاولى في الحصه لو كويز. لو كويز مجموعه من الاسئله وين جاوبنا من غير برشا تخمام، ما تخممش شكون احسن لاعب تونسي توا توا حاليا؟ الهوني تونسي عاد تونسي تونسي توا حاليا احسن لاعب تونسي بدري وخرج مزيك خرج بو. احسن لاعب في تاريخ تونس، احسن لاعب في تاريخ شنو تاريخ تونس؟ في التاريخ الكل نتاع تونس، تاريخ الكل احسن لاعب جابته تونس خلقته الكره التونسيه برشا، ما انا عندي ميول لحماد العقرب. لاعب في بطولات تشوفه قادر ينجح في اوروبا تونسي مش ترونجي مثل شامل حتى ترونجي يا البر عندك بنساحة عندك الشتي عندك استميت اشكال لا 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 ولو انه بنساحة مازال معناتها تمام ما شفناش ما انا حكيت لك حكاية ونتفكروا بعضنا ان شاء الله بخير، فهمت متوش عندك تكنيك عندك عندك لا يدروا متاع النجم الساحلي كشريت كشريتة عندك شماخي شكون اقرب لاعب ليك من قبل اون جينيرال تا ولا بعد ولا قبل؟ انا الكل اصحابي الحق نتاع ربي، مي ديرنييرمون معناتها بون مروان قزمير بحكم شريكي وثم زاد جولي مام نحبه برشا معناتها قريب لي معناتها مراد المالكي زاد اخويا برشا برشا الحق نتاع ربي. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي بالنسبه لي انا فوزي بن زرتي. احسن مدرب دربت عنده؟ شو مش برشا مي فوزي بن زرتي. مدرب عنده فضل عليك؟ فوزي بن زرتي. ماتش ما تنساش؟ ماتش ما ننساش فينال سوبر كوب في تونس 2-0 مع الهلال السعودي ربحناه عام قداش هذي؟ 96 دسبيرونس 5 سنين انت ظل 7 سنين اما نتفكر الماتش بون معروف برشا الماتش هذاك مش نتفكر عاود تفرجت فيه من بعد بونتو ما تنساش وقتها ماتش كاليفيكاسيون جوز اولمبيك ضد بوركينا فاسو في تونس وقتها ماركيت شو معناتها ماركيت وقتها من بريسك من 30 متر ضد بوركينا فاسو احلى بونتو ماركيتو هذاك هذاك مزيان برشا هدف تمنيت لو كان كنت انت اللي سجلته هدف تمنيت كون انا اللي سجلته حسد في صاحبك حسد مش منطق حسد معناها حسد منطق باهي والله ديما العيادي بونتو ياسر مزيانين ديما نتمنى نقول علاش مش انا ماركيتو انا مثلا بونتو بونتو العيادي بونتو العيادي معناتها بونتو العيادي كان صدقني ربي ضد شكون وقتها يا ربي ضد شكون ضد شكون ضد شكون والله نسيت ضد شكون يظل ضد كيب سعوديه وقتها ضد الشباب يظل ضد شباب سعودي اقوى جمهور جمهور ترجي اقرب لمعي عليك والله الحق نتاع ربي اليوم توا سيفري ليسبيرونس والله نحب البريسك نحب جمعيات نحب الكوره على خاطر اي سورتو جمعيات صغار احسن لاعب في العالم في العالم رونالدو دليما احسن مدرب في العالم احسن مدرب في العالم احسن مدرب في العالم توا جوارديولا انت جاي خامت قلت شنو اسالني زعما لا والله لا والله كاكا جيت كاكا كانت هذه لوكويس باهي الروبريك الثانية في الحصة نتاعنا مروان والأخيرة تقريبا زاد دقيقتين ونص ليكيب تيب ليكيب تيب في ليكيب تيب مروان باش تعمل لي تشكيلة من أحسن 10 من لاعبية لعبت معاه وأنت باش تكون موجود معاه في تونس أنا بيان سير في تونس ولا حتى برا مش مشكل لا ما في تونس نحكي ولا حتى في ليبيا لعب في ليبيا لا نحكي لا نحكي لا تونس عندنا لاعبية كبار أي سعد قال ما تنساش تحطه أي هو كابيتان معنا ايه نبداو بالجارديان جارديان بيوت بالنسبة لي انا شكري الوعى عاليمين عاليمين حاتم تربزي وين لعبت معه حاتم
لا لعبنا ضد بعضنا حتى. لا لعبت معاهم. لعبت معاهم آه. اللي لعبت معاهم بون على اليمين باش تلقى طارق ثابت. طارق ثابت على اليسار. هادي برخيص الله يرحم. الله يرحم في الاكس. خالد بدرة وصاحبي لعبت معاه في ليبيا خليفة المجني. ليبي. ليبي. في الوسط. في الوسط عندك عيادي سامي النصري. لعبت معاه مع بعضنا. معاكم. مع بعضنا عندك إيه بون مع بعضنا عندك عيادي ياسين شيخاوي. انت ومعك شكون اخ؟ انا ومعايا عيادي ومعايا ياسين شيخاوي اربعه في الوسط احنا نحكي باهي. انا ومعايا عيادي ومعايا ياسين شيخاوي وسراج الدين شيحي باهي. قدام دوز اتاكون. دوز اتاكون عندك حسن جابسي. مش اتاكون حسن اتاكون ان جور ما ادري اهم مليو ولا ايه اتاكون ما لعبت معاه. انا عندك حسن بالنسبه لي انا وعندك اميكا وبارا اميكا في الاتوالي صحيح. دونك كانت هذه احدث ملاعب اللي اختارها مروان البكر وكانت هذه ليكيب تيب. تيك صحة مروان. بارك الله شرفتنا بحضورك وحضرنا اليوم. تيك صحة باش خليك انت حاب تضيف كلمة في الاخر شنو تحب تقول؟ والله شو اقول معناتها اقول ان شاء الله معناتها ان شاء الله معناتها تكون معناتها معناتها تكون تصير ريفيلاسيون في الكرة التونسية على 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 مستوى معناتها على مستوى الملاعب ولا مستوى التكوين فهمت على خاطر هذاك هو المستقبل نتاع البلاد. اللي هو معناتها باش يخلي لعبات تبعد على بارش حكايات فارغه وتتعاطى الرياضه يكون فيها ولي يشوفوا فيها مستقبل خاطر توا بريسك الرؤيه فلو حتى الملاعبيه بون ما تراش الجمعيات الكبار قاعدين مكتوب معناتها بشهري كبار ولا بديبريم سيناتور كبار الملاعبيه صغار مسيك نات ملاعبيه ما يمسك تعداو بجنب كارير كبير على خاطر ماهوش قاعد يشوف في مستقبل. يعطيك الصحة مروان شكرا لك وحنا نطلب منك معاش تغيب معاش تغيب برشا ان شاء الله على الساحة العالمية في تونس. التحق بي زميلي أمير دريدي بعد شوية في ستار اكسبريس. أمير أهلا بك. مرحبا سلام. مرحبا بضيوفك شنو حالك؟ أنت خويا غبت علينا سمعنا بك من غير